Radio. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Radio. إذن مستمعينا أهلا وسهلا بكم. كل شيء مزيان لبس. كنتمنى مستمعينا تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم كتسمعوا لنا. أنا مش عارفة أنا بسمعكم ولا أنتم بتسمعوا. معد بيلعب لي في الصوت في وداني. صباح الخير معد دهبي لمرافقنا اليوم في حلقة اليوم. صباح الخير على سهوان أيضا بالعيد اللي غادي يصور الحلقة ديالنا. وصباح الخير على اللطيفة الاستاج اللي معنا في حلقة اليوم. اليوم مستمعينا في فقرات الكتالوج غادي نهدروا عن موضوع شائك, موضوع مهم, موضوع مصيري, ربما موضوع ممكن تطير فيه رقاب, موضوع التاكسي. ولكن احنا سبقنا هدرنا عن التاكسي, كنا كنهدروا عن انواع التاكسيات نفسهم, انواع الناس اللي بيسوقوا التاكسي. اليوم غادي نهدروا عن انواع الناس اللي كيركبوا للتاكسي. معد دهبي صباح الخير, قلبه عامر مسكين. ولكن غادي نبدأ مع أول نوع مع معد دهبي عشان السيد إيه يخوي قلبه. بس بالراحة المستمعين, الصباح هذا. صباح الخير عائشة, صباح الخير الحباب اللي جالسين معنا والمستمعين ديالنا. كنت بدأت تكون صباح لي بخير بعدها والخير الحمد لله. الموضوع التاكسي الموضوع زوين, وكما كنعرفوا كما قلتي دابا عاد يعني مصيري, يقدر يكون مصيري بعض الاحيان. الانسان كتلقاه معطل ماشي مزروب ماشي للخدمه الا به, يعني كيشد الطاكسي كيجوزوا 3 4 الطاكسيات ما كيبغيوش يوقفوا. الاستفزاز انهم خاويين. ايوه ما كيدياش فيك بعد اول حاجه, ما كيدياش فيك يا اما سواقت كيف قارو وعاملك والمشكله الغريب في الامر في العشيه كيبقى يتشكى عليك. يعني واحد القله, يعني ماشي كلهم, وانما طبعاً يعني طبعاً بعض منهم. احنا مش بنعمم التاكسيات لان احنا قلنا كاين انواع من التاكسيات. انا لما كتكون طوموبيل ما كنبقاش نشوف هذه المعاناه, يعني ايوه لطالما كنت كنحسب يعني انا كنتمي لهذا القطاع هذا, والناس التاكسيات يعني عزازين عليا بزاف, وعندي اصدقاء عندي عائله خدامين طبعا التاكسيات. طبعا التاكسيات فوق راسنا, ولكن يعني لشده الاسف مؤخرا ولينا كنشوفوا ناس متطفلين لهذه المهنه. صراحه الله ما يستاهلوش انهم يكونوا تاكسي. أيوة. يعني في الماضي كان يعني الانسان لما كيكون طاكسي يعني كيتير واحد رخصه الثقه, كتسمى هذيك اصلا رخصه الثقه, بمعنى يعني الدوله كتثق فيك باش يعني زي القسم انه بيحلف انه انا ولا. يعني زي الطبيب مش اقل من الطبيب, حال طبيب, حال شرطي, أيوة. في حال شرطي, في حال جندي, في حال كذا, يعني خصك تكون جندي. بالنسبه يعني الطاكسيات راه مهمين في الحياه الانسان ومهمين في, في, في يعني في, في البلاد ديالنا, يعني راه طبعا كما كنقولوا لهم يعني شرايين البلد. ودوك الشرايين الا كان يعني واحد فيهم مثلا فيه شي خلل راه ربما ياثر على ديك الشرايين كلهم. فهمتي كيفاش؟ كانوا شحال هادي يعني واحد القله قليله من هاد الناس اللي ما مزيانينش كنقولها خدامين في الطاكسيات. مؤخرا ولينا كنشوفوا العكس, ولينا كنشوف واحد القله قليله ديال الناس اللي مزيانين ولاو خدامين في الطاكسيات. الناس اللي نازلين من الجنه. تخيل معايا دابا عاد انا شي 4 الطاكسيات اللي وقفنا ما بغاوش يوقفوا. من بعد يعني خصك دير معاه مثلا الحيله, الا كنتو جوج بكم واحد يوقف لهيه واحد هنا باش تركبوا. والله العظيم وهذا بالضبط داكشي اللي عملنا. هذا غير جوج ولا كنتو ثلاثه كاع ما تركبوا هادي. من بعد يعني شنقول لك, كطلع كانك طلعتي مع شي واحد ربما ما عرفتش شكون, واش ربما بيلوت ديال الطيار ولا يعني الطريقه اللي كيتعامل معك بها. حتى بيلوت ديال الطيار زعما ماشي كيتعامل بالتكبر ولا حاجه. لما كنكونوا طالعين في الطياره كيتلاقاك بابتسامه, تطران هاني كيهضر معاك وابتسامه مرحبا وكذا. هذا بالعكس يعني كيطلع معك كانك كتطلع قلت له مع الله اعلم شنو, ما عرفتش شنو غنوصف شي وصف اخر. بعد داك الشيء المهم جاي بعدا في الطريق كيجري ما كيحترمش يعني ادنى احترام ديال 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 القانون. لا معاد لسه راكب مع واحد, يعني علاش عملتي في هذا الشيء كامل؟ يعني ما جي في الطريق شوف عليك التاكسي ما جي في الطريق. لا ما كنهضرش على نفسي بالمناسبه, انا كيعجبني نهضر على العامه. انا بعدا دائما صوت الشعب, صوت الشعب. علاش كنجيبها في راسي دائما؟ حيتاش ما كنهضرش على راسي, كنهضر على كل شيء وفي اي حاجه في اي بلاصه مشيت يعني كيعجبني نهضر على كل شيء. ايوه يعني خصني كل شيء يكون مزيان. وطبعا انا ضروري. نقدر غدا نشري طوموبيل ولا كذا ولا هادي. انا يعني مثلا تقدر تبقى يومين ثلاث ايام طوموبيل, نقدر نشري طوموبيل الحمد لله ولا هادي, ونقدر نبقى حياتي بلا طوموبيل على حسب. ولكن يعني كاين واحد الناس مساكنين يعني حياتهم كلها هما يعني كيركبوا في الطاكسيات ولا في وسائل النقل العموميه فبيتعذبوا. نكمل لك, جايين في الطريق يعني ما كيحترمش قانون السير اول حاجه. شي جوج ولا ثلاثه المرات كان غيدوز في الناس في الاخر يعني في ممر راجلين وعلى الرقبه ديالي كان غيدوز في الناس. بعدها ما جي لما وقفنا صافي نزلنا من الطاكسي انا والاخت ديالي نسولته المراه قالت له واش دين الكراج الرياح؟ الكراج الرياح احنا معروف مدينه طنجة. قال لها لا شريف انا ماشي هكا. قلت لها شريف طلع في الكرسي وقل له اخي وصلني الكراج الرياح, ما تسولوش فين ماشي. هذاك السيد عنده واحد الرخصه خرج يخدم بها, سينو ينزل ديك السوارد ويمشي في حاله يخدم شي خدمه اخرى, طاكسي ينزلوا عليه
الطاكسي ماشي ديالو، ماشي ملكه الخاص. يا جماعه هذيك الرخصه كانت ديال الدوله. لا ايوه ايوه معك حق، ولكن هدئ روعك هدئ روعك. لا انا عارف بزاف الطاكسيات غيتقلقوا، ولكن غيتقلقوا اللي فيهم الدغل كما كيقولوا. اما الناس اللي خدامه على راسها والناس مزيانين بالعكس غيعجبهم الحال، حيت علاش كيوسخوا الصوره ديالهم؟ هذوك الناس اللي ما مزيانينش كيوسخوا الصوره لديك الناس اللي مزيانين. في النهايه كل واحد بيمثل نفسه، يعني ما حدش هيوسخ صوره حد، لانه هو في النهايه هذا التاكسي هو اللي خايب ماشي كل التاكسيات. لا طبعا يعني كيمطر راسو اول حاجه، ولكن كيسال واحد الفئه ديال التاكسيات اللي هما مزيانين كيساليهم. كما قلت لك هذيك الرخصه كتعطى الدوله، كتعطي له الدوله الرخصه باش يمشي يخدم فيها، يخدم بها يوصل الناس. نعم. ما يمشيش يوصل بها راسو ولا يقول لك لا انا ماشي نفطر. بحال واحد النهار واحد قال لي لا انا ماشي نفطر. واش انت 10 الصباح وماشي تفطر؟ فطر اخويا في دارك بحال اللي كنديروا حنا، نمشيو في حالتنا الخدمه، انا مزروب خصني توصلني الخدمه. هو يعني بغض النظر عن التفاصيل، ولكن التاكسي فعلا خصو يعمل الخدمه ديالو بشرف وبنزاهه. طبعا هذا بحر هذا السوق ديال الطاكسيات، بعدا راه بحر هذا، راه ما كيتسالاش. كل مره يخرجوا لك اعذار وما يجي كيهضر في التليفون بعدا. اول حاجه الو لا بلاصه فلاني، لا لا ما توصلهمش، لا لا قول لهم، قول لهم ما ماشيش، قول لهم ما ماشيش. لا يما عاد عامل سكان لكل الرحله، قول لهم ما تمشيوش. لا طبعا انا ماجي وانا كنقرا، ماشي كنقرا وكنشارجي عليهم. طيب اوكي معاد، الرساله اتمنى ان هي تكون وصلت. وكل التاكسيات يعني في النهايه خصنا نتقوا الله في اي عمل بنعمله، ويكون عنده ضمير. ضمير، لانه ربما تزعل حد او تاخر على حد، تظلمه، يعني هذا يعتبر ظلم انك ظلمت شي واحد، يدعي عليك شي دعوه، كدي فلوسه حرام. صافي كدي فلوسه حرام. صافي احنا مش هنحكم يا معاد، احنا والله العظيم مش في مكان يخلينا ان احنا نحكم، ولكن احنا بننصح الناس انه لو سمحتوا خلي عندكم ضمير، خلي عندكم، اتقوا الله في الخدمه ديالكم، اتقوا الله في نفوسهم، في خوتهم، راه عندهم والديهم، عندهم خوتهم، عندهم النساء ديالهم حتى هما. طبعا احنا غادي نهضروا اليوم كمان معاد عن انواع الناس اللي كيركبوا مع التاكسي، وغادي يمشوا يستقبلوا مكالمه. نقولوا صباح النور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك خالد من الدار البيضاء. اهلا وسهلا سي خالد. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. لاله صباحكم مبروك. صباح الفل عليك. كنهضر معك في برنامج بخصوص سائقي الطاكسيات. اها. وكنهضر هنا من الدار البيضاء. يعني كارثه عظمى ان الطاكسيات ما كيحترموش المرور. وكاينه واحد القضيه، الا شيرتي لي انا عندي طوموبيله خاصه بين كنشوف الناس، واحد المره واحد النهار كتشير لي الطاكسي اللي جا كتقول لي واش غادي لهاد البلاصه؟ تيزيد كيقول لها لا وغادي سميت، مع العلم ان قانون البيرمي دو كونفيونس اللي عاطينو اليوم انه الا وقف للناس خصو يزيد فيهم. يعني البلاصه بغاو هما. يعني هو خاوي، بيكون خاوي ما بيرضاش يوقف. ايه وخاوي ولا عنده واحد ما كيبغيش يوقف. هذه زعما خص اعاده النظر للسلطات اللي كاين هنا في كذا. وتحيه كبيره للناس سائقي الطاكسيات لتطوان، يعني بتجربه ناس انيقين ولا طنجة، يعني معتبرين معتبرين من الدار البيضاء. اوه لا شهادة لله. جميلة يا سي خالد في هذا الصباح على هذا الكلام الجميل. طبعا التاكسي هو موضوع كل الناس يعني بيأثر فيهم. يعني صراحة عايشة أنا من هذا المنبر هذا، كان ناشد السلطات المحترمة كان ناشدها ناشد وكان طالبها طالب أنهم زعما يخلقوا لجان، ماشي لجنة وحدة، لجان باش يراقبوا هذا الشيء هذا. راه صراحة الله حشومة وعيب وعار، والله العظيم الحشومه. لما يشوفوا شي واحد يعني كما كنقولوا كيخطف البلايص، لا كيمشيو يشدوا عليه وما تخطفش البلايص وما كذا. يا سيدي انت عملتي خدمتك، ووصل انت الناس، وصلت لهاد الناس، شفتي الناس مثلا ثلاثه بيهم عندهم ثقل، هزهم. اولا تقول لي في العشيه الروسيطه ولا الريسيطه. لا انا هذه بالتجربه، لما بيكون معي ابني ما حدش بيوقفني، بقول انسانيا طيب انا يعني ام متشرده بابنها اوقفوا لي والو، غير من رحم ربي طبعا اللي بيكونوا يعني ناس نازلين من السماء، ملائكه الله يحفظهم ويبارك فيهم ويكثر ناس يعني كيعملوا خدمتهم ويكثر من امثالهم. الانسان عنده ضمير. طيب احنا دابا مازالين يعني مكملين في موضوع التاكسي، وكنهضروا عن التاكسي النهارده معاد، خلينا نهضر عن التاكسي ومشاكل التاكسي. ناخذ مكالمه ثانيه ونقول صباح النور. الو صباح صباح الورد. أنا صباح الخير. صباح الورد يا سيدي تفضل. الله يحفظك الأخت عائشة. نعم تفضل يا سيدي، عرفنا بالاسم ديالك. أنا في المباشر هذاك. مباشر نيشان نيشان نيشان، تفضل. معك عبد الهادي من أسس سائق سيارة الأجرة سن الثاني.
تفضل السي عبد الهادي من اسفي. واحد تحيه لك هاي السي معاذ وطاقم لمرافقك المستمعين ومستمعات كابراد. يلا تحيتنا لك. انت ما عندكم نفس المشكل ولا لا؟ السي عبد الهادي هو سائق تاكسي. يلا قول لنا. انا سائق تاكسي السي معاذ وراني من المستمعين الاوفياء اخرين ديال كابراد وربما تعرفني السي معاذ. مرحبا الحبيب. كنتمنى تكون ماشي من ديك الطرف اللي كنا من هذيك الناس اللي كنا. من صوته باين. من صوته باين. لا كلامك السي معاذ كله على الصواب وكلامك كله على حق. واحد الصوره خايبه على الطاكسي بزاف وكيولوا دوك ناس زوينين فهم كيتحسبوا معاهم فوالا. ومع كامل الاسف كاينين الناس اللي خدامين هو خدام في الطاكسي وما عارفش القانون ديال الطاكسي. ما عارفوش اصلا وقانون السير ما عارفوش. كيتسحب ليه هو راه غادي يمشي فين بغا ويدير داكشي اللي قال ليه راسو. راه كاين الطاكسي عنده القانون ديالو كيخصك تحترمو وتحترم القانون. المشكله السي عبد الهادي انه الناس ما بيعرفوش ان في قانون اسمه قانون التاكسي لازم لو سمحت يعني تطبق هذا القانون. كيسحب له التاكسي هذه السياره ديالو وهو بيعمل فابور في الناس وبيوصلهم. بالضبط كيدير فيهم خير مسكين. هذا هو اللي كاين الاخت عائشه كيسحب لي راه هو اللي داكشي راه ديالو هو داكشي اللي بغى يدير يدير فين ما بغى يمشي يمشي وغيطلع اللي بغى يطلع ويهبط اللي بغى يهبط. ولكن الا الطاكسي عنده قانون ديالو ملي كيشي لك الكليان كيطلع عندك كيخصك توصلو توصلو من اقرب مسافه وبالكونتور وبالقانون وما تزيدش عليه. ايوه بالكونتور. بالكونتور وبالامانه. ده انا ركبت مع مره مع واحد بعش ركبت اصلا كان عنده الكونتور 15 درهم حسب لي داكشي كامل ب 15 درهم قلت له الشريف صلي على النبي. نعم نعم سي عبد الهادي فعلا فعلا. كاين هذا النوع الاخت عائشه راه كثير والله يهديهم. ومع صراحه لازم تكون المراقبه وكاين حتى بزاف ديال الكليان ملي كيوقعوا لهم مشاكل ما كيريكلاميوش في البوست ديال الفوتاج. صح صح وهذا اللي كيساعد الناس اصلا انهم يزيدوا في الخطا ديالهم كيخليهم هما غاديين في هذاك الحال ديالهم كيف ما تنقولوا. والله يهدي الناس وكنتمنى من الله باش الناس يكونوا مؤدبين ويكونوا مصوبين. وديت الكليان ملي كيطلع عندك الطاكسي كيخصو كيف ما قلنا يلقى راحتو كيخصو السوقان يكون زوين ويكون احترام القانون واحترام هذاك الكليان حتى يوصل. وهادشي اللي كنتمناه ونتمنى من الله باش كلشي ان شاء الله. نعم امين امين تبارك الله عليك سي عبد الهادي. شكرا بزاف. شكرا سي عبد الهادي. شكرا بزاف على التصوير. شهاده شاهد من اهلها يعني سي عبد الهادي هو اصلا هو بده يعني كتشكى منه من الاجره. ايوه وعارف ان في ناس مش مزيانين في هذا المجال. مزيان والعيان كما كنقولوا الطب والحجر ما خلاه حتى شي بلاصه. ولكن في هذه القطع التاكسيات بزاف بزاف. احنا بنشهد التاكسيات لو سمحتوا يعني رجعوا انفسكم رجعوا انفسكم وكل اصحاب التاكسيات اللي هم بيشغلوا الناس اللي بيسوقوا رجعوا الناس اللي بتخدموهم يسوقوا لكم التاكسي ديالكم. هذاك عاوتاني موضوع اخر. بالنسبه للناس كما كنقولوا الباترون ديال التاكسيات عاوتاني كيزيروا عليهم واحد الناحيه ديال انه جيب لي الرصيطه قدا في الصباح والعشيه كذا. كنعقلوا تبارك الله دابا ولا تبيع وشرى الطاكسي شحال هذه كانت رخصه كتعتبر شي وسط الناس دابا ولا تبيع وشرى الطاكسي. كان مثلا يعني امصاب غير الشيفور يخدم فيه دابا ولا كيوصل 130 مليون ولا الطاكسي صغير. ايوه 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 كتسمى يعني الملك 130 مليون. ايوه ايوه انا كنت ركبت مره مع واحد تاكسي وبقيت اساله في هذا الموضوع وبيقول لي ان هو غالي. فهو قال قلت التاكسي معقوله كانه شركه كاني عملت شركه كبيره يعني. شدد الاسف ولا الناس كيتجروا فيه كتلقى الانسان عنده 10 طاكسيات. هو في النهايه في النهايه معاد هو يعني برضه مشروع ربما يكون مربح يعني مشروع. اول حاجه ماشي مشروع هذاك اول حاجه ماشي مشروع. خرجت الدوله باش تعطي الرخصه يعني للناس اللي ربما مفحلهمش باش يعني كيخدم عليهم يعني باش يدخلهم القوت اليومي وميم طوم باش يوصلوا الناس يعني مفحلهمش وهيعملوا ب 100 مليون. لا ولكن ولكن تقلب دابا كلشي تقلب ولاو دابا يعني الناس كيديروه للبيع وشراء. نعم نعم يعني فعلا موضوع التاكسي ده موضوع شائك. احنا مازالين مكملين معكم مستمعينا في هذا الموضوع وكنفكركم بانه حلقه اليوم ان شاء الله غادي نستضفوا فيها الضيف ديالنا سفيان وولف اللي خرج أغنية الأسبوع الماضي بمناسبة المسيرة الخضراء. وهاد الأغنية ديال الطاكسي اللي غنديرو دابا غنهديوها لديك الناس الحلوين اللي مزيانين الأمورين اللي وصلوا الناس. الصراحة أنا ركبت مع شي ناس ديال التاكسي الحلوين بركب معاهم أكثر. بالضبط والله ما تخابيهم قسما بالله. إلا كاينين شي ناس في الطاكسي وقسما بالله إلا كتحشم لما كتنزل. عايز أقول مع السلامة تحشمت على اللي عينك فيهم. وانا ضرب الرجلين هذوك الناس يعني احتراماتي ليهم. ولكن الاغلبيه اللي كنركب معاهم الله يهديهم. خلاص 24 سور 24 7 jours sur 7